قاسم. طبعا نيستا راح يدخل في مكان فضالي يخرج تحت التصفيقات الحارة. نهاية مشوار، وأي مشوار رائع جدا بالنسبة لمدافع فضالي، أرادها له هكذا المدرب ليوناردو، أراد أن يخرج تحت تصفيقات الآلاف من عشاق الميلان. فافالي اللاعب الإيطالي الذي لعب في الميلان لمدة 4 مواسم وقبله في الإنتر وقبله في لاتسيو، يودع الميلان في الدقيقة 61 من عمر المباراة، وهو متفوق بهدفين مقابل صفر. ويدخل نيستا. تبادل التحية بين ليوناردو وفافالي الذي سيودع الميلان، والكرة مع تاسوتي كذلك يودعها بفوز أمام لايوفي بهدف.